في عندنا واحنا بنتابع دايما المشروعات اللي بتقوم يعني الاهتمام الدوله بالمشروعات الصغيره والمتوسطه متناهيه الصغر، والملف ده ليه الاولويه لانك انت بتتكلم على ان اهميه المشروعات دي توفير فرص كبيره من العمل يعني، وبالتالي يبقى في حركه ويبقى في شغل ويبقى الناس في ظل طبعا موضوع الوظائف والكلام ده، فانت بتكون موجود وحاضر بالتمويل علشان الناس الجاده، وكمان حتى اللي ما عندوش تصور لمشروع بعينه بيتم مساعدته بتصور لهذا المشروع بدراسة جدوى ليه. خلينا نقول لحضراتكم آخر تفاصيل المتعلقة بالملف ده، لأن ده الموضوع اللي اتكلم عنه النهاردة دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحضور عدد من الوزراء، وأستاذة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة. رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن في توجيه واضح ومستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي علشان نعظم عمل الجهاز ده لتحقيق الاهداف المرجوه منه. ويمكن كان واضح ده انه يعني كان لنا شرف اللقاء مع السيده نيفين اكتر من مره، انه تم زياده الميزانيه المخصصه لهذا الجهاز علشان تستوعب اكبر قدر من المشاريع. تم من خلال الاجتماع عرض تقرير حوالين انجازات الجهاز خلال النص الاول من عام 2019. الكلام بقول لحضراتكم مهم جدا لانه حتى هذه اللحظه الحقيقه ساعات الواحد يعني بيكون في فرصه بيتقابل مع عدد من الشباب، فبيبقوا مش عارفين انه بالفعل في فرصه ليهم ان هم لو اصحاب فكره او مشروع يعني يعرفوا ينفذوها، ومتخيلين ان المساله ما فيش جديه فيها او ان القصه فيها واسطه، طيب انا هروح ازاي وهعمل ايه؟ فالكلام ده يدي مصداقيه لعمل الحكومه وعمل الجهاز ده، فيشجع الشباب على ان هم يقدروا يتقدموا برضو بافكارهم. السيدة نيفين قالت ان الجهاز قام بضخ تمويل 2.8 مليار جنيه، يعني 3 مليار جنيه تقريبا، منها قروض لتمويل المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر باجمالي تمويل 2.786 مليار جنيه، والميزانيه دي مولت لغايه دلوقتي 110,000 مشروع صغير ومتناهيه الصغر، ووفرت 147,000 فرصة عمل. في كمان عندنا منح تانية بإجمالي تمويل 35 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، ودول وفروا 34,000 فرصة عمل تقريبا في الفترة اللي هي اللي حصل فيها الشغل ده. مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة النهاردة كمان وافق على انه يتم رفع الحد الاقصى لتمويل المؤسسات الماليه غير المصرفيه زي شركات التاجير التمويلي، شركات التخصيم التجاري، يعني بعض الشركات اللي هي متخصصه في انها يبقى في قروض من خلالها علشان تقدر انها تمول المشروعات عن طريق طبعا الجهاز، سواء من الجهاز بشكل مباشر او من خلال البنوك اللي بتمول وبيبقى ليها طبعا تعامل مباشر مع جهاز تنميه المشروعات. بنتكلم ان المبلغ دلوقتي هيكون 150 مليون جنيه بدل ما كان يعني الضعف تقريبا، كان قبل كده 75 مليون جنيه، اصبح دلوقتي الرقم اللي بقول لحضراتكم عليه. كمان مجلس اداره الجهاز وافق على رفع الحد الاقصى لقيمه التمويل الممنوحه للمشروعات من خلال الاقراض المباشر علشان يكون 10 مليون جنيه، قبل كده كان 5 مليون جنيه اللي هو راس مال المشروع، القرض اللي بياخده الشاب، وكمان بيبقى الجهاز زي ما استاذه نيفين كانت بتقول لي قبل كده بيبقى شريك بالفكر، انت عندك حاجه انا بساعدك في التسويق بساعدك في الانتاج، فالقرض كام؟ 5 مليون، دلوقتي بقى 10 مليون، فبالتالي يبقى فرصه اكبر ان المشروع كمان يكبر ويتوسع، ويبقى راس المال لما يكون من البدايه كبير ومحترم يبقى المشروع كبير واقف على رجليه. فده اخر التطورات في الملف ده اللي بنحاول دايما نقول لحضراتكم تطوراته جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.